بعد اذنك بقى يا مترو صبحي، ابوس دماغك لو معاك اي فلاشات، فيديوهات، مسابقات، مفاجآت طلعها لنا دلوقتي الله يكرمك، علشان احنا مش هنستحمل اي حركات تانية. انا عارف الضحكه دي والله العظيم في مصيبه. بص كويس عشان ما بيرفع صوته كده بيبقى اهو قول صراحة ربنا بقى. طارق باشا الله يرحمه كان سايب لكم الفلاشة دي يا غلبي. يعني هو فين محمد؟ محمد فضل. معقولة يا جماعة؟ أنا مش مصدق نفسي. معقولة مستر طارق ذكرني في الوصية؟ لا ده كده كتير، أنا مش هقول له يا مستر طارق، أنا هقول له يا بابا. طبعا هقول له يا بابا. معقولة ده كتير عليا؟ ده مش أنتوا بس اللي طلعتوا مجانين، ده هو كمان طلع مجنون. يا حبيبي يا محمد نتفرج؟ يا ريت أرجوك. ازيك يا محمد يا ابني؟ اكيد انت لو بتتفرج على الفيديو ده يبقى لسه شغال في الشركه. شوف انا عارفك كويس وبحبك، بس هو المشكله ان ابو وسمسم وشاهي ولاد ناس متربيين مش عارفين يقولوا لك ان انت مرفوض. انا بقى ببلغك من هنا، انت مرفوض. يا الله الله يرحمه الله يرحمه، كان فهمنا. سبحانك يا رب، جت من عند ربنا. اي والله بصراحه يا جماعه انا ما كنتش عارفه اجيبها لكم ازاي. انا امبارح جالي جواب من الامم المتحده بيقول ان انا بقيت موظف هناك وعايش هناك وفي جنيف انا وماما وكل العيله وهاخد باليورو. انا بجد ما كنتش عارفه اقول لكم ازاي عشان ما اجرحش مشاعركم. عارف قد ايه انتوا بتحبوني ومتعلقين بوجودي، بس معلش اليورو بيناديني. عايش في اوروبا. بجد انا متشكر ليكم قوي يا مستر ابو، متشكر ليكم كلكم. انا فرحان بيكم يا شركه. شكرا يا شركه. محمد حسابك يا شركه. طولك بقى ابن حلال محمد، يستاهل كل خير.